الحقيقة الأولى أن هناك عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الشهادة الحياة التي نعيشها، الكواكب، الأرض، البحار، السهول، الجبال، الحيوانات، النباتات، الأطيار، الأسماك، هذا الواقع، هذا عالم الشهادة، ترى الشيء بعينك. الله عز وجل في عالم الغيب غاب عنا، نحن لا نرى الآن مصير الإنسان. يا ترى الله أخبرنا عن الجنة، أخبرنا عن النار، أخبرنا عن الجن. فالجن إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم، وكذلك الملائكة. الإيمان بالجن والملائكة إيمان إخباري. نعم. نحن في عنا يقين حسي واحد، يقين عقلي، يقين إخباري. اليقين الحسي أدوات اليقين به الحواس الخمس واستطالاتها، فالتلسكوب استطالة للبصر، والميكروسكوب استطالة أيضا. التلسكوب الأشياء البعيدة بيقربها، والميكروسكوب الصغيرة بيكبرها. فأنا أستعين بالميكروسكوب والتلسكوب، وهذان الجهازان هما في الحقيقة استطالة لحاسة البصر. وممكن أن نرى الشيء بالأشعة تحت الحمراء، فالإنسان بعقله وبعلمه وتفوقه استطاع أن يصل هذه الحواس بامتداد باستطالة. لكن كل هذا العالم المادي هو عالم الحس. لكن أحيانا ترى دخان وراء جدار، وأنت بحسب ثقافتك تقول لا دخان بلا نار، فأنت موقن بوجود النار لا بعينك لكن بدليل، لأنه لا دخان بلا نار. لا. أنت استنبطت أن هناك نار وراء الجدار، رأيت دخانها. هذا عمل العقل كله. العقل يستنبط من الآثار المؤثر، من الخلق الخالق، من التسير المسير، من التربية المربي. فأنت لا ترى ذات الله أبدا، ترى آثار أعمالها. نعم. آثار نعمها. فالإيمان بالله يدخل في هذا القسم. الأقدام تدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ ملا والله. إذن دكتور، ونحن نتحدث عن الجن، إذن النظرة الشرعية أن الجن موجودين، لكنهم لكن لا نراهم. نعم، لكن لا نراهم، لكن موجودين مثبتين، لا يستطيع أحد أن ينكر وجودهم. كيف أثبتنا وجودهم؟ القرآن الكريم بإخبار الله لنا. نعم. فقط دليل إخباري، مو دليل يقيني. نعم. عفوا، مو دليل حسي. نعم. ولا عقلي. نعم. عقلي إذن آثار لا نراها، لكن لا صح لأحد أن ينكر وجود الجن في الكون، لأن ربنا في القرآن الكريم ذكر وجودهم. مدام قد أخبر، هو أعظم مخبر هو الله، ونعم بالله. طيب، تفضل دكتور وقلت أنه لكن يعني لا نراهم، هل هنالك تعامل بين الإنسان وبين الجن دكتور؟ نعم. أولا الإنسان له قريب من الجن. ممكن نوضح المفهوم له قريب، مرافق. مرافق من الجن يوسوس له دائما للمؤمن، وله قرين من الملائكة يلهمه الصواب دائما. فأنت بين توجيهين، توجيه ملاك توجيه جن، وأنت مخير. وجود كائن يوسوس لك، وجود كائن آخر يزين لك العمل الصالح، أنت أمام دافعين. يعني من أجل التحرك الله جاء بك إلى الدنيا كي تتحرك. لو واحد أمد، مين بيحركه؟ سلبيا الشيطان وإيجابيا الملك. فإنسان لما بيجي وقال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. دقيق. لا يمكن ومستحيل
وألف ألف 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 مستحيل أن يكون للشيطان علينا سلطان. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. سؤال، لو واحد يرتدي ثياب غالية جدا 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 بيضاء وأرقى أنواع الأحذية والقمصان، يعني ثيابه شغلة كبيرة كثير، وفي حفرة فيها مياه سوداء مياه مجاري، ونزل بهذه الحفرة ثم ذهب ليشتكي على إنسان، قال له القاضي هو دفعك إليها؟ قال له لا والله، لا لا ما دفعني. قال له هل حملك وأنزلك فيه؟ قال له لا والله. لما تشتكي علي؟ قال له لأنه دعاني أن أنزل فنزلت. هذا إنسان وين ما كانوا؟ بمستشفى المجانين. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. لذلك أي إنسان يرتكب المعصية يتوهم وهم أنه قدره. سيدنا عمر رأى شخص شارب خمر فقال أقيموا عليه الحد، قال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك. فقال عمر رضي الله عنه عملاق الإسلام أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. لويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. بتمنى بلغ إخوتي المستمعين، أي وهم يتوهمه الإنسان أنه الله قدر على الإنسان المعصية هذا كفر بعينه. الله عز وجل خلقنا ليرحمنا، قال إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقنا ليسعدنا، خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، خلقنا لسعادة الأبد. لما الإنسان بيقصر وتغلبه شهوته على عقله ويرتكب المعصية بيكون دفع ثمنه. فمثلا الجامعة أنشئت للتعليم، أنشئت لتخريج قادر الأمة، والمناهج معقولة وضمن الإمكانية المتوسطة، والأستاذ موجود والكتاب موجود، وطالب ما نجح لا يعزى عدم نجاحه للجامعة، يعزى له فقط. الله يفتح عليك يا دكتور. إذن الجن موجودون لا ينكر وجودهم، لكن بالنهاية ما لهم من سلطان على الإنسان؟ الدليل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طب وإحنا هنا بدنا نتوسع دكتور، حضرتك ذكرت أكثر من مصطلح، ذكرت مصطلح القرين وما فهمته على فضلتكم وهو يوسوس، وهو من الجن من عالم الجن ويرافق الإنسان لا نراه لكنه يوسوس، يوسوس بالشر أو بالخير؟ لا بالشر طبعا، دائما بالشر. يعني القرين دائما، القرين الملائكي بالخير، يعني الإنسان له قرينان إنجاز التعبير، مرافق ملائكي ملك معه ومعه جني بيوسوس له. فهذا الجن يوسوس له بالأعمال السيئة والملك يوسوس يعني يحثه على الخير. هذا دائما في كل الحالات. فشيك إنسان أحيانا يستشعر أنه بين خير وبين شر في نفسه الداخلية، هذه قد تكون وسوسة مرافقيه من الملائكة طبعًا ومن الجن. ما الفرق دكتور بين الملاك وبين الجن وبين الشيطان؟ الشيطان منصب، هذا زعيم الجن الشيطان. الشيطان منصب. أما لكن عفوا الشيطان هو من الجن، من الجن. أما الملائكة هو كائن مختلف عنهم. الله عز وجل حينما عرض الأمانة في عالم الأزل على السماوات والأرض والجبال، السماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. فحينما عرض الأمانة، شو الأمانة؟ يعني عرض الأمانة على كل الخلائق. نحن في عنا عالم الذر، عالم الذر هو عالم الأزل، يعني شايف المخلوقات كلها.
هذه قطعة الحديد هي نفس، لكن نفس من نوع معين. الذرة نفس، الذرة نفس، فكل شيء الله خلقه نفس. وعرض عليه الأماني أن يمكن الإنسان أن يتولى إدارة نفسه، فأبين أن يحملنها الخلائق وأشفقنا منها وحملها الإنسان. الآن في عنا فريق من المخلوقات في عالم الذر قبل حمل الأمانة، فلما قبل حمل الأمانة جاء الله به إلى الدنيا. في الدنيا أعطاه شهوات وأعطاه عقل، أعطاه منهج، في شهوات قوى دافعة، في عقل مقود، أعطى الشهوات قوى دافعة والعقل مقود، وأعطى طريق هو الشرع. هلأ إذا كان سيارة فيها محرك هي الشهوة، فيها مقود هو العقل، وفيها طريق معبد هو الشرع، مهمة المقود أن يبقي السيارة على الطريق المعبد الذي هو الشرع. فأنت معك عقل ومعك فطرة ومعك نفس، معك جسم، هي خصائص الإنسان. عقله جهاز كجهاز الكمبيوتر، ونفسه هي ذاته. مين فلان؟ نفسه. نفسي المؤمنة الكافرة الصالحة الطالحة الأخلاقية سيئة الأخلاق، هي النفس هي الأصل. قد أفلح من زكاها، عرفها بربها، اتصلت به، طهرت من كل الأدران، سمت إليه بأخلاقها. نعم. وقد خاب من دساها، أغرقها في وحل الشهوات والمعاصي. جميل. إذن دكتور، الملائكة هم خلق من خلق الله، الملائكة منفصلون عن الجن. الملائكة أعطاهم الله عقلا، إلو كلمة سيدنا علي، ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فالإنسان المخلوق الأول، الإنسان المخلوق المكرم، الإنسان المخلوق المكلف. نعم. جميل. والإنسان متفوق. نعم. أنا أتأكد أنه فهمي واضح دكتور للفرق بين هذه المخلوقات. إذن الملائكة مخلوقات عقل بلا شهوة أوجدها الله سبحانه وتعالى، تختلف كل الاختلاف عن الجن، اختارت الطاعة من دون تبعات. جميل. الجن دكتور تبعات. فيه مؤمن وفيه كافر. مين؟ الجن. إيه نعم. الكافر من الجن يسمى الشيطان. طبعا. نعم. يعني كل جني كافر هو شياطين. والشيطان بيشمل الإنسان كمان. نعم. لكن شياطين الإنس والجن. نعم. لكن أقصد من كفر من الجن فهو شيطان يوسوس. نعم. بالسوء. نعم. ومن آمن من الجن ماذا نطلق عليه دكتور؟ الجن المؤمنون. الجن المؤمن. وقال نفر من الجن. نعم. استمعوا لهذا القرآن. نعم. إنا سمعنا قرآنا عجبا. نعم. دكتورنا الكريم، لابد من طرح سؤال بغاية الأهمية، هل يستطيع هذا الجن أن يؤذي الإنسان؟ وهل يمكن أن يتلبس الإنسان ويدخل في داخله؟ الجواب دكتور، بعد أن تحدثنا عن الملائكة وعن الجن وعن القرين وعن أنها حقيقة أوجدها الله، وأن الإنسان طالما أن الله أخبرنا بوجود الجن فلا بد له أن يؤمن غيبيا بوجودهم. الآن دكتور، بعض الناس يتحدث عن موضوع التلبس وبالعمي يقول لك فلان راكب جني، لابس جني. فحتى بعض الذين يرقون في القرآن الكريم يتحدثون أنه يعني مع الجن من خلال إنسان، ويضرب ضرب شديد ويقول أنا ما بضربك، بضرب الجن الذي داخلك. ما حقيقة هذا الأمر شرعا؟ أولا، الجن لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا بإذن الله. نعم. الدليل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قرآن هذا سيدي. نعم. بتركل بقدمك مليون معلومة خلاف المعلومة هي. طبعا. تركل بقدمك مليون معلومة خلاف هذه المعلومة. الشيء الثاني، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. في أوضح من هيك؟ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم
وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يعني إذا سلم الله أمرك إلى شيطان لا سمح الله، أو إلى جني، أو إلى قوي من بني البشر، لا يستحق أن تعبد الله، لقوله تعالى: إليه يرجع الأمر كله فاعبده. نعم، هذه الآية أصل في هذا الموضوع. لو أسلمك الله إلى غيره لا يستحق أن تعبده، أكد لك فقال: إليه يرجع الأمر كله. ويمكن دكتور في هذا الفلك يصب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. عليك من عملك، عليك من شهوتك، عليك من معصيتك. لكن الجن ما له سلطان علينا دكتور. أبدا أبدا أبدا، يعني ما نخاف من شان نرتاح. لك رب واحد، إله واحد، هو الضار والنافع، هو الضار والنافع، هذا الشيء بريحك. طب ما الذي نسمع عليه؟ دقيقة فضل سيدنا، لو فرضنا في وحوش كاسرة مخيفة من شهر لم تأكل شيئا، والوحوش هي بمكان، وألقينا في هذا المكان إنسان يؤكل بلقمتين، لكن كل هالوحوش هي مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة، هذه الجهة عادلة ورحيمة وقديرة، هذه الجهة لو أرخت زمام أحد هذه الوحوش لوصل لهذا الإنسان وأكله. لكن إذا كان الإنسان علاقته طيبة مع من يملك هذه الوحوش، ما عنده ولا مشكلة. فكيدوني جميعا، تحدي سيد داود، ثم لا تنظرون: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة، أي شيء يدب على وجه الأرض، النملة دابة، والزرافة دابة، وحوت الأسود دابة، والأسود دابة، والوحوش دابة، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حينما تأتي على مع الذات الإلهية، معنى ذلك أن الله بذاته العلية ألزم ذاته العلية بالاستقامة. إن ربي، حينما تأتي على مع لفظ الجلالة، إن ربي على صراط مستقيم، وكفى بالله. لذلك الطمأنينة أكبر ثمرة للإيمان. علاقتك مع واحد هو الله. نعم. إن أحسنت لخلقه وأطعت أمره حفظك. طيب دكتور، عفوا كسؤال وكجواب واضح من فضلاتكم، هل يمكن للجن أن يتلبس الإنسان وأن يسكن في طبعاً داخله؟ طبعا، إن رأه غافلا. لكن حينما يراه غافلا لا يستطيع الجن أن يصل إلى الإنس إلا عند الغفلة. إن وجدناه غافلا. طيب إذا وجده غافلا، ما الذي يحصل دكتور؟ يوسوس له. نعم، وبيزين له المعصية. نعم. هذه الوسوسة. نعم. عن موضوع التلبس دكتور، أنه أحيانا يقول لك إنسان يتحدث لكن يعني هذا ليس صوته. هذا الموضوع أنا لا أحب أن أمضي فيه طويلا. في حوله خزعبلات كثيرة. إحنا بس بدنا التوضيح الشرعي دكتورنا حتى يعني نستفيد. يعني هذا الإنسان منكم، هذا الإنسان إذا كان غافل عن الله عز وجل، الشيطان يوسوس له. نعم. يعني يتلبس به، لعل أنه معنى أوسع، بمعنى أنه كل حركة وكل سكنة وكل كلمة من الشيطان. نعم. أما مبدأ أنه إنسان يتحدث وليس هو ويفعل ولا يدري ما يفعل، شيطان يتحدث به، هذا ما دخل ببرنامج الدعوي. نعم. كل شيء ما له دليل قطعي من الكتاب والسنة أنا أفضل ألا نخوض به إطلاقا. تمام تمام. طيب دكتورنا الكريم، الآن في موضوع العمل والشعوذة وما شابه، بعض الناس إذا أراد أن يضر إنسان أو أن يفرق بينهم يصنع له عمل، ونعرف أنه يتعامل مع الجن، هل لنا بتوضيح هذا الملف، ملف الشعوذة والشعوذة عفوا والسحر والعمل؟ الجن في حالة غفلة الإنسان لهم عمل، يفرقون بين المرء وزوجه. طب مش ممكن يفرق بين زوج صالح وزوجة صالحة؟ لا، مستحيل، وألف ألف مستحيل.
طوال ما لك صلة بالله أنت محصن. كلامي دقيقة أنا، هو كلام خطير. ما دمت موصول بالله أنت محصن، أنت في حصن حصين. نعم. طيب ما الذي يحصل دكتور؟ كيف تتم قصة الأعمال والشعوذة والسحر؟ ساحر يعني يسجد لجن فيخدمهم، ما الذي يحصل دكتور؟ إن الجن يعينون السحرة، فمن سحر فقد كفر. فإذا كان الساحر عنده رغبة كبيرة بإضلال الناس يستعين بالجن، والجني ما بيقدر يصل للإنس إلا بغفلة الإنسي. نعم. إذن دكتور، طيب موضوع الأعمال والربط والتفريق والكذا، هل هو موجود؟ والله يا أخي هالمعلومات الكثيرة جدا والله تحتاج إلى تأصيل. تأصيل لا أتمنى على الإخوة المستمعين، هذا الدين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. موضوع الجن إذا ما في تأصيل، ما في دليل، لا تقبل به. وأنا بتمنى على الإخوة المستمعين، هذا الدين خطير جدا، لا تقبل شيئا في الدين من دون دليل، ولا ترفض شيئا إلا بالدليل. بس في وسوسة مجتمعية عند كثير من الناس أنه هذه البنت لم تتزوج، معمول لها عمل. لا، فلان مثلا لم يوفق لهذا الشيء، مو صحيح. والله مو صحيح، صنع له حجاب وما شاء. والله مو صحيح، الله وكيلك. لا تؤمن شيخنا؟ أنا لا أؤمن. وجهة نظرك الشخصية دكتور محمد؟ لا معي أدلة. نعم. أنا أرى أن الله إذا أسلمك إلى جهة ما، جن، إنس، ساحر، إذا قوي، ظالم، طاغية، إن الله إذا أسلم عبده إلى جهة ما وترك لهذا العبد أن يتصرف، ما عاد الله إله، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. في الطرف المقابل دكتور، يقول لك البعض الذين يدافعون لا أن هناك عمل وحجاب، يقول لك طيب الإنسان يستطيع أن يضر إنسان، يعني الآن في بعض الدول هنالك جيوش تتحكم في شعوبها وتقتلها وتفعل وتشاء، وكذلك هذا العالم لا المخفي. تتحرك إلا بأمر الله، ولا تنفذ إلا خطة الله. أبدا أبدا أبدا، هذا الدين إذا الله أسلمك إلى غيره، جيش اكتساح وتهديم وقنابل، كله ضمن علم الله عز وجل، عندها لا بها، عند مشيئة الله سمح الله بوقوعها. نعم. بس نعم. نعم. طيب هل الآن يمكن أن يقع أذى من الجن الإنسان ويسمح الله به، ولا مبدأ أصلا ممكن أن يضر الجن الإنسان غير وارد دكتور؟ ممكن يضر الجن الإنسان الغافل فقط. نعم. وطبعا أو يعني يسمح الله بذلك، أحد نتائج الغفلة تسليط الجن على الإنسان. نعم. ولو شاء شوف لسلطهم عليكم. تمام. أي. أما مبدأ دكتورنا أنه العمل والحجاب والرابط والكذا، وكثير من الناس تتوقع أنه كثير من أمورها المعطلة في الحياة بسبب هذه الأمور، أو نحط حدوة حصان. نعم. أو حذاء طفل صغير وراء السيارة، كلها ترهات وكلها أباطيل. هل تدخل من باب الشرك دكتور، خرز الزرق وكذا التي ترد العين والعمل طبعًا وما شابه؟ طبعا تدخل من باب الشرك. نعم. في هذه القضية. أما أنت شيخنا لا تؤمن كثيرا بوجود يعني العمل والحجب والكذا؟ لا أؤمن أصلا سيدي. لا تؤمن بها دكتور؟ أنا مؤمن بطاعة الله، في إله أمرني افعل ولا تفعل. نعم. أنا لما طبقت أمره تولى حفظي. نعم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، تولى الدفاع عني الله عز وجل. نعم. نعم. طيب دكتورنا، الآن بعض الأشخاص الذين يذهب فيهم إلى الرقية الشرعية ويكون يعالج فيه، بيقول لك هذا في داخله جن يتحدث عنه ويفعل عنه كذا، هل هذا شيء وارد دكتورنا؟ إنه النبي رقى، الرقية واردة بالدين. الرقية واردة. نعم. تحصين من الله. نعم. تحصين دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب هل الرقية دكتور هي للعلاج أم أنها للوقاية؟ وقاية وعلاج. يعني تحصينا أم علاجا؟ تحصينا وعلاجا. نعم. نعم. شوف، كل شيء النبي شرعه أبدا قطعا صحيح ومفيد 100%. نعم. طيب موضوع دكتور المس، أن يمس الجن الإنس، يعني هل هذا أيضا وارد دكتور؟ وارد المس. يعني ما المقصود به دكتور؟ حالة عالية من تدخل الشيطان في حياة الإنسان.
لكن عفوا تبقى دكتورنا تحت بند الوسوسة طبعا، لكن مستوى تقريبا عالي ولا أكثر من ذلك؟ لا، إذا مسهم طائفة من الجن تذكروا فإذا هم مبصرون. علامة المؤمن عنده حساسية، لما بيجي خاطر سيء كأنه الشيطان وسوس له، إذا تحرك حينفذ الخاطر، المس أخذ وضع عملي، إذا تذكر نفذ. نعم، ما أفهم حتى كدكتور فهم حضرتكم تماما، أنت ترى أن علاقة الجن بالإنسان هي تقتصر على جانب الوسوسة أبدا، لكن لا تتعدى أنه مثلا يسيطر علي وعلى حركاتي وانفعالاتي وصوتي وكذا. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. في أوضح من هيك؟ في آية أشد وضوح من الآية هي؟ وما كان لي، هي ما كان سيدي باللغة بليغة جدا. مثلا لو واحد لو سألناك هل أنت جائع؟ تقول لا فقط، نفيت الحدث. لو سألنا واحد يعني كما أنت إن شاء الله مستوى عالي من الإيمان، نسأل الله ذلك، اللهم اجعلنا، هل أنت سارق؟ بيقول لك لا فقط، بيقول لك ما كان لي أن أسرق. هي ما كان لي بتنفي عشر أفعال. نعم. لا أفعل ولا أرضى ولا أقبل ولا أغطي ولا أسكت ولا 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 ولا، يعني بالتعبير المعاصر مستحيل وألف ألف مستحيل. نعم. وما كان لي عليكم من سلطان. نعم. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعم. موضوع التفريق بين الأزواج دكتور، ورد ذكره في بعض النصوص الشرعية. نعم. نعم. كيف يتم التفريق بين الأزواج وعلى أي أساس؟ بوسوس له، مثلا تهمل حالة أمامه بكرهها، تزين لغيره، هي وسوسة، بأبهى زيني أبهى مكياج لغيره للضيوف للطريق. نعود لنقطة الوسوسة. وسوسة. نعم، بس مش إنه دكتور وما عفوا. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي بالوسوسة فاستجبتم لي فلا تلوموني. لكن فكرة دكتور إنه مثلا والله وضعوا لذلك الرجل شيء في شرابه فما عاد يحبها بعد اليوم مهما فعلت من خير، والله كل ركلة بقدمك الله وكيلك، كله مرفوض عندك دكتور. إيه هذا الكلام؟ لا عندي وعند نعم الشرع سيدي. نعم. نعم. دليل القصد عفوا من ناحية الشرعية. نعم. ترفضه. نعم. دكتور أبدا أبدا. نعم. وإنه والله يريح الناس لك، ما في إلا الله لك، عامله فقط عامله فقط بيحميك بيدافع عنك، لا في شيطان ولا في وسوسة ولا في جن ولا في شيء منوب. نعم. من يزورون بعض يعني الأشخاص الذين يرقونهم دكتور بيقولوا أنت معمول لك عمل، أنت عندك ربط، أنت عندك حجاب، ولن تتزوج حتى يفك الربط، ولن تتزوج فلان حتى تتعالج. أنا ما عندي يقين بهالأشياء أطلاق. نعم. طيب لو شعر إنسان دكتور أن حياته معطلة، يعني مثلا فتاة كلما يتقدم شاب لخطبتها مثلا دائما تنتهي الأمور بمصيبة، مثلا تكرر ذلك 10-15 مرة متتالية، بتتقرب لله بصدقة، والصدقة تقع في يد الرب، في يد العبد، في يد الرب قبل أن تقع في يد الفقير. نعم. أنا عندي هالنقطة، بتقرب إلى الله بصدقة بعمل صالح بنية طيبة. نعم. الله يفتح لكم يا دكتور. بدنا نتحدث أكثر في موضوع العلاج وكيف الإنسان إذا ما شعر بضر أو بأذى أو بوسوسة داخلية كيف له أن يقوى عليها، بعد أن نقف مع فضيلتكم. نعم. ومع مستمعينا الكرام إلى هذا الفاصل ونعود معا لنتم حلقتنا مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وحديثنا عن عالم الجن. هذا عبر أثير إذاعتكم حياة فهم مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، حوارنا متواصل تحت عنوان عالم الجن. دكتور، كنا نتحدث عن موضوع ال 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 الجن والمس والسحر وما شبه من هذه القضايا. دكتور، إذا شعر إنسان أنه غير موفق في حياته، الآن تفضلت وذكرت لنا نصيحة أن يتقرب من الله وأن يتصدق، هل الرقية مثلا أن يحافظ عليها يمكن إذا كان فيه شيء يعني غير موفق في حياته؟ الجواب، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، متوهم الله ضده، ما بيتوفق، وإما تحرك مسدود في باب مسدود. من كان يظن يعني يتوهم أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، دقيق، فليمدد بسبب إلى السماء، يتصدق، يعمل عمل طيب، يقدم خدمة لإنسان، يعمل عمل يرضى الله عنه به، فليمدد بسبب إلى السماء، ما بكفي، ثم ليقطع
بعضهم قد يقطع كل معصية، بيستقيم وبيتقرب إلى الله ثم ينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هاي الآية أصل بالموضوع. حيث مرة ثانية، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، لك أنا مالي موفق، أنا مالي حظ، مسكينة البنت مالي حظات، بتكون متبرجة، عندها غيبة، عندها نميمة، عندها كبر. طب هون سيدنا اسمح لي، قد تكون صالحة ومتدينة ومحجبة ولم يعني ولم توفق إلى الخير. متدينة وصالحة ترضى بقضاء الله وقدره، يعني إذا لم توفق مثلا بعمل بدراسة بقضاء الله وقدره، في إله. نعم، بس مش معناها أنه في حدا عملها عمل وقطع نصيبها. أبدا أبدا، أنا هذا إيماني سيدي. نعم نعم. أنا أقول لك ما طيب أعتقد. دكتور، على سبيل المثال في الشهور الماضية مع موسم الأمطار الشديدة وكذا، في أكثر من دولة يعني عربية وإسلامية مع سيول الأمطار الكبيرة، خرجت كثير من الأعمال التي صنعها بعض المشعوذين والسحرة من المقابر. نعم. يعني طلاسم وعبارات مكتوب عليها يبدو أنها أعمال وما شابه. هل هذه الأعمال يمكن أن تضر الإنسان إذا عملوا له عمل وخبوه في قبر وبين العظام وما شابه؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذا الله أذن بضره، وكيف أحاول أحمي نفسي حتى يعني لا يأذن الله لهم بضره؟ أن أكون مع الله دائما مطيعا ومصليا. نعم، فيحميني ربي منه سبحانه وتعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن هم يسيرون في مضرة الناس دكتور، يعني هو عامل عمل ليأذي الناس وفي تعامل مع الجن لا يستطيع أن يصل إلى هدفه. يعني الله إذا سمح لإنسان أن يصل لإنسان، سامحني بهالكلمة، عندئذ لا يستحق أن تعبده. حاشا وكلا. قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده. نعم نعم، الله يفتح عليكم يا دكتور. طيب الإنسان دكتور، إذا الإله العظيم ما حصنك، نعم، إيش هو العبادة؟ نعم نعم، كيف نحصن أنفسنا إذن دكتور؟ يعني كيف نحصن أنفسنا من هذه الوساوس، من السحر، من الشعوذة، من الجن؟ فقط. شوف، في عنا أولا طاعة الله عز وجل. وقد عايش إنسان ببيئة غير مؤمنة، عنده حاضنة غير صالحة، بنقول له يجب أن تكون مع المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين مع المتقين. فما لم يكن لك حاضنة إيمانية ما بتقدر، أنت مكلف تآمن وتطيع وأن تعيش مع المؤمنين، وربنا سبحانه وتعالى يتولانا في حفظه. نعم. موضوع الرقية الشرعية، وكونوا مع الصالحين. نعم، موضوع الرقية الشرعية دكتور، مثلا أن يضع الإنسان أو أن يقرأ سورة البقرة فهي يعني نعم، تخرج أو تطرد الشيطان نعم من البيت نعم ثلاثة أيام كما أعلمنا عليه الصلاة والسلام، والفاتحة وآية الكرسي، هي كلها من آيات الترقية. نعم، يعني بدنا نصائح منك دكتور للناس، كيف نحصن أنفسنا من 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 هذه المخاوف حتى لا يمسنا يعني سحر أو عمل أو كذا. بدي علم سيدي، بدي علم. أنت لو فرضنا هل علبة المحرمة، هي أنت عندك علبة محرمة. نعم. محارم، هي ما فيها قنبلة، محارم فقط. نعم. فإذا واحدك فيها قنبلة وأنت عندك يقين أنه هي محارم فقط، مو معقول السدوس. أنا ما بقبل شيء إلا بالدليل. نعم. دين هذا سيدي دين، مصير إنسان، مصير أبدي، سعادة وشقاء. إيه والله في خزعبلات وفي إضافات وفي أوهام وفي بدع، والله لا، ما أنزل الله بها من سلطان. أنا هذا شايفه، بدك ترجع لأصل الدين. نعم، أما أقصد نحصن الكتاب والسنة فقط. نعم، مثلا أذكار الصباح والمساء دكتور، الصلوات الخمس متقنة. نعم. غض البصر. نعم. الدخل الحلال. نعم. الإنفاق الحلال، تطبيق منهج الله الشمولي بكل حياته بس. نعم. أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. نعم. وأنت في حفظ الله، في رعايته. سيدي من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة. بس ما المقصود دكتور أنه في ذمة الله، أو حديث النبي احفظ الله يحفظك؟ الله. يعني لا يمس سوء. أغلب الظن إلا لحكمة بالغة، أغلب الظن السوء بمسه له أثر إيجابي لصالحه. إذا نعم. نعم. يعني يكفيه أن يعلم أنه ليس غضبا ولا عقابا أبداً من الله أبداً. فإذا مسه شر في حياته في حكمة بالغة، فهي لحكمة من الله. نعم. أما أن ربنا أنا بعرف يعفو عن كثير. بعرف شخص سيدي، قصة قديمة كتير، بوظيفة مدير سجن صالح جدا جدا جدا،
وبيدفع تلت دخله للمساجين الفقراء وتلت دخله صدقات. فطبعا اجت فترة قاموه عزلوه بلا أي ذنب. فبأثناء عزله تم إعدام 16 واحد. فالله عز وجل يعني ما كان إعدامهم بسببه هو، سبحان الله. بعدين رجعوه، في حكم بالغة جدا لو دققت بأفعال الله، شيء مو سهل. فإذا كان شيء بمس سمعتك الله بعدك عنه، نعم، فأنت في حفظ الله وفي رعايته ونعم بالله رب العالمين. قصة وقت فرنسا مدن معاصرة قديمة. نعم. كثير. نعم نعم نعم. الله يفتح عليكم يا دكتور ويجزيكم يعني الخير. إذن الوقاية هنا أن يربط الإنسان قلبه بالله وينتظم كما تفضلت على الصلوات الخمس وعلى العمل الصالح وعلى الصدقة وعلى كذا، ليحفظه الله من كل هذه يعني المضار التي يتوهمها الإنسان في لحظة من اللحظات. طيب دكتورنا الكريم، الآن يعني لمن زار راقيا أو معالجا وأخبره أن لديه شيء، فصار مقتنع الآن نفسيا أن عنده شيء، أنا مثلا في داخل جن، أو أنا ربط لي عمل أو صنع لي تفريق بيني وبين أهلي أو بيني وبين شريك وما شابه، كيف يمكن الآن أن يعود إلى حياته الطبيعية من جديد؟ هو الآن يتعامل فعلا وكأنه مريض بهذا الداء. سيدي، واحد امرأة تتعامل مع الجن، فجاءتها امرأة تشكو لها أن زوجها لا يحبها وتخشى أن يطلقها. فشوف شو أمرتها، ذكية جدا هي. قالت الأول شيء تنظفي تمام، نظيفة درجة أولى، ولبسي أجمل ثيابك أمامه، وهي له الطعام بالوقت المناسب. حكيت لها شيء 30 نصيحة طبقتهم، أم حبها كثير، قامت من جهلة شهمت أنه محبته إلى ناتجة من توجيه المنجمة. لا قالت لها اعتني بهندامك، نعم، وتنظفي، وهي له أكله بالوقت المناسب. حكيت لها أسباب السعادة الزوجية، فيسعدت بزوجها. فإن إحنا الأمور موجودة بالشرع، موجودة، نعم. أي مشكلة في سبب، إلغي السبب يذهب العجب. نعم نعم. في زاوية أخرى دكتور، هل يمكن للإنسان أن يأذي الجن؟ يعني أحيانا الناس تقول لك إذا بالدنيا ليل ومنطقة مثلا كصحراء أردت أن تلقي شيء مثلا حجارة أو كذا، يعني سمي الرحمن بصوت عالي ليستمع إذا كان هنا جن أو ما شابه، هل هذا وارد؟ أنا والله ما مر معيش. نعم ما مر سيدي، في إضافات وفي أشياء، نعم، لا يعلمها إلا الله. أنا بقول بالضبط، عندنا في الشام نهر بردة، النهر عند ينابيعه ألماس، الماء صافي زلال، شيء لا يصور، بمصب المياه سوداء. فبطولتك أن تذهب إلى الينبوع، والخطأ الكبير أن تشرب في المصب. دخل على الدين ما ليس فيه. ما هو التجديد في الدين؟ تجديد الدين لا يجدد، دين توقيفي. أما التجديد في الدين أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. هي البطولة، هي غلط وهي غلط، وهي ما لا أصل، وهي شبهة، وهي بدعة. أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه، هذا التجديد بالدين. نحن لا ننتفع بهذا الدين إلا إذا أزحنا عنه ما ليس منه. مليون بدعة فيه، نعم، مليون وهم، مليون وسوسة، هي مشكلتنا. نعم. لذلك بقول لأخواننا، عم تسمع درس علم ممتاز، خطبة الجمعة ممتاز، إياك أن تقبل شيء من دون دليل. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. نعم. يعني دعوة صالحة، دعوة جيدة من عالم جيد، بتلغي لك مليون قصة بحياتك، مليون بتلغي لك. نعم نعم. دكتور، ماذا عن السحر؟ هل يمكن لإنسان أن يسحر إنسان طبعاً. آخر يسحر الغافل. كيف يعني يسحر دكتور؟ واحد عند الله غافل، عن الله عز وجل، بيجي الشيطان بينتقل من الساحر إلى المسحور، بدك لبسه جني. هي السحر لا يكون إلا بالغفلة، في غفلة عن الله صار فيه مدخل للشيطان.
إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، بعمل السيء، بسهرة مختلطة، بمال حرام، بمال ربوي، إنما استذلهم ببعض ما كسبوا. نعم. هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته دكتور؟ جرت محاولة. هو في رأيين، في رأي أن الله قال وما أنت من المسحرين، نفي، لكن في حديث صحيح أنه سحر. الجمع بينهما سهل جدا، إما أن تنفي عنه السحر اعتمادا على الآية الكريمة الصريحة القاطعة المانعة، وإما أن توفق بين الآية وبين الحديث الذي رواه عاصم أنه سحر. يعني سيارة محصنة ضد إطلاق الرصاص، أطلق عليها النار لكن ما تأثرت به إطلاقا. إما أن تقول لم يطلق عليها أريح لك، أو أطلق ولم تتأثر به. نعم. بس يعني بيقولوا أنه سحر ممكن بس ما تأثر فيه، واللي قالوا ما سحر على الآية أخذه. الساحر ما حكمه عند الله دكتور؟ كافر، من سحر فقد كفر. نعم. ومن لجأ إلى ساحر كفر. من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم. يعني إذا أنا بدي أنتقم من حدا فأذهب إلى ساحر وأعتقد أنه يستطيع أن يساعدني في ضره، فقد كفر، هذا كفر بالله، بما أنزل على محمد، ومن سحر فقد كفر. هل لهم من توبة دكتور؟ نعم، ممكن أن يدخل بالإسلام الجديد. أبداً أبدا. نعم نعم نعم. بارك الله فيكم دكتورنا الكريم على أن نختم هذا اللقاء. أنا بدي أشكرك على أسئلتك. نعم الله يكرمكم. لعلك أردت من هذه الأسئلة أن تبين للناس حقيقة السحر. نعم. أرد دكتور يعني أن ننقل نبض المجتمع والأسئلة. نعم. والمعلومات التي تدور على لسان كثير من الناس لنستوضحها شرعا من مع غياب العلم التوحيدي الصحيح بيقبلوا الناس مليون أكذوبة، مليون شطحة، مليون افتراء، مليون قصة، هي المشكلة. نعم. أنا أؤكد يعني في ختام الحلقة دكتور ما نوهت له فضيلتكم أكثر من مرة، أن الضار والنافع وحده هو الله سبحانه وتعالى، وحاشا لله أن يخلقنا أبداً وأن يركننا إلى غيره أبداً فيضرنا أو ينفعنا، وإنما يعني الله وحده الضار والنافع. يعني إذا أسلمك إلى غيرك لا يستحق أن تعبده، حاشا وسعى أكثر. لو أسلمك لإنسان بلتقى أيام طغاة بالأرض. صحيح. لو أسلم أمر هذه الأمة إلى إنسان طاغية وتوهم الإنسان أنه بيأمر أنك إلا بيده، هذا كمان شرك بالله عز وجل. نعم نعم. ونقطة ثانية أنه الإنس هم موجودون والله سبحانه وتعالى أثبت وجودهم، ومنهم مؤمن ومنهم كافر. الجن. نعم عفوا الجن. وبذات الوقت لا يستطيعون لنا حولا ولا قوة إلا إذا أذن ربنا سبحانه وتعالى. وما هم بيضرين به من أحد إلا بإذن الله. نعم. انتهى الأمر. ونقطة ثالثة أن دور الجن يقتصر على الوسوسة والتزيين والتزييف. نعم. للحقائق. نعم. لكن لا يتعدى ذلك، يعني أبداً. لا يتحكم بنا وبإرادتنا وبحواسنا أبداً نهائيا. أبداً. نعم. أبداً. لكن قد يخشى على نفسه الإنسان الغافل البعيد عن ربنا أن يمسه الضر بهذا الجانب. نعم. ويحصن الإنسان نفسه بالصلوات الخمس وبالأعمال الطيبة وبالرقية وبالأذكار وبالذكر الرحمن. نعم. سبحانه وتعالى، يعني كل ما هو يقربنا من الرحمن. نعم.